السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية حلقة جديدة على قناة يوسف سيد حاسين على اليوتيوب. حبيت النهاردة يا شباب أعمل فيديو قصير كده حلو أهنئكم بدخول العيد علينا، وكل سنة وأنتم طيبين وعيد مبارك عليكم. وإن شاء الله العيد هيكون يوم الأربعاء والثلاث، وكل سنة وأنتم طيبين. ولازم يا جماعة لو هتضحوا لازم تضحوا في العيد، علشان الضحية دي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. وجمعة مباركة عليكم حبايبي، أكثر من الصلاة على النبي. والضحية لو هتضحي بشيء بسيط، ماعز أو خرفان، أي حاجة بسيطة تضحي على قد إمكانياتك. وشكرا على المشاهدة، وكنت حابب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وصلوا على النبي برعاية الله. متنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس.